وكلاء العبور هذا ما يعبر عنه بالترانزيتير. الشركات هذه تزاول في نشاطها محطة الشحن الجوي بمطار تونس قرطاج، ويستغلوا لممارسة النشاط يستغلوا في محلات في إطار عقود قديمة كانت تتجدد ضمنيا. فتمت مراسلة وكلاء الشحن هذوما لإعلامهم بنهاية مفعول العقود القديمة، والأجال ما تنتهي في آخر ديسمبر 2015، فأعطيناهم مهلة بثلاثة أشهر يتم خلالها عرض طلب عروض يمكن الوكلاء اللي هم متواجدين بالمحطة الشحن الجوي وغيرهم من الوكلاء اللي قانوني يضمن أنهم يمارسوا نشاطهم في الجمهورية التونسية وفي محطة الشحن الجوي. فالديوان حريص على تطبيق القانون على تعميم الإجراءات هذه على كل المستلزمين اللي يمارسوا في النشاط هذا، وبطبيعة أنه يتم معاملة كل الشركات اللي تمارس في النشاط هذا على قدم المساواة. النشاط التجاري هذا بامتياز بالنسبة لديوان الطيران المدارات معناها يعطي في مداخيل الديوان، فحريصين على مراجعة العقود التسويق هذه ما يتماشى وحجم النشاط ونوعية النشاط ماشى مع القانون. الإذاعة الوطنية التونسية.